اهلا بنات، خلصنا اختبارات، اختبار البنات وجينا. هم شفتوني وانا مؤدبه وبشرب ينسون، والله شكلي بطرب ربه الشتا ده. ما علينا، هنعمل معاكم الرشته باللبن ان شاء الله. يا رب اكون بنطق الاسم صح عشان ما نتفضحش. وشفت لها طرق كتيره جدا جدا يعني، وغالبا ان كل بلد ليها طريقه بس اسم الاكل. المهم انا نقيت لكم اكتر واحده دخلت مزاجي. اول حاجة كيلو من اللبن، تمام، هحطه هنا. ونفس المقدار كده مية. استنى هكمله مية. تمام، نفس المقدار اهو مية. اوكي، وهضيف عليهم معلقة من النشا، معلقة طعام مليانة من النشا، وبيضة. من ضمن الطرق ناس بتعملها زي حراق اصبعه كده بدون لبن، وناس باللبن، وناس يقولوا فيها صلصة حمراء، وناس طلعت عندهم حاجة تانية خالص فيها شعرية وحاجات وكده. بس زي ما قلت لكم دي اكتر واحده فيهم يعني حسيت ان انا عجباني وعايزه اجربها. هحطه على النار دلوقتي. دلوقتي هحطها على النار، طبعا هصبق مع الحله دي رهيبه، بس خلاص احنا اتعودنا وكالعاده نعمل ايه، نقرا عليها. اوكي، هنروح بس جايين كده نقلب فيها لحد ما تغلي. في نفس الوقت هنا انا حطيت ميه، خلينا نروح الناحيه الثانيه عشان تشوفوا احسن كده. هنا هسلق، حطيت ميه، احط فيها الملح، زعلان ليه بس، زعلان ليه الفوران ده. وهسلق العدس، العدس طبعا نقعه من قبلها بليله واخليه لحد ما يستوي. بعديها هسلق معاه مكرونه اللي هي الفوتوتشيني الشرايط العريضه، لان الوصفه الاصليه بيعملوها بالعجين، بس طبعا مع التطور التكنولوجي والكسل البيولوجي بقينا نستخدم الفوتوتشيني مكان العجين، او بقوا يستخدموا، مش انا اول مره في حياتي اجربها. العدس ما شاء الله عشان منقوع بسرعه استوى، هنشوفه. اوكي، انا هضيف عليه المكرونه. ممكن تفصلوا وتسلقوا كل واحد لوحده، بس في الاخر هم يدخلوا مع بعض ميكس. هضيفها معاهم، وانا هحط لها كمان حمص. شفت ناس بتحط لها حمص ونص وناس لا، الحمص مسلوق بس ياخد الاجواء كده معاهم، فاهمين؟ بس واخليهم لحد ما المكرونه تتسلق هي كمان وتستوي. بعدين اصفيهم. هنا اللبن بتاعنا، طبعا تقليب مستمر، رايحه جايه تقلبي فيه علشان ما يحصلش هو كمان. خلاص اللبن بدا يغلي، خلاص سلقوا عندي، هضيفهم عليه. خليهم يغلوا مع بعض، اغطيهم كده على ما نجهز التقليه. بس هحط الاول البهارات واظبط الملح، يعني ملح وفلفل. حطيت كمون عشان العدس، وكركم بيحطولها اساسي، وبودره الماجي، خضار او دجاج اللي تحبيه، وشويه فلفل اسود. ونظبط الملح، طبعا احنا اللبن ما حطيناهوش ملح، فبنظبطه. ممكن اخليه في النهايه كده، انا حاطه كميه بسيطه، اخليها كده واحضر التقليه. التقليه عباره عن بصل شرايح، حطيت لي كده بصلتين كبار، واحط عليهم زيت زيتون، حبه محترمين يعني مش بخيله.
ورشة ملح، وهقليه لحد ما يتكرمل. ناس بتعملها ببصل وناس بتعملها بثوم، النهارده انا هعملها بالاثنين صراحه. يعني قلت احط لها البصل المكرمل وسنين ثوم كده في الاخر معاه، ولان يقولوا لذيذه اكتر بالاثنين. يعني طبعا النهارده الوصفه كلها بيقولوا وبيعملوا. اول مره هتجربها زي ما قلت لكم. كده حلو قوي اللون، اضيف عليهم كده 3 فصوص ثوم. بس تطلع ريحه الثوم وخلاص احطها عليها. بس تمام. طبعا الوضع للان شوربه كشري مصري صح. خلي بس حاجه كده للتزيين. ونقلبه عليهم الملح. شفته خلاص تمام وكده جاهزه. افكر اسميها شوربه الكشري المصري، بس شكلها والله العظيم حاجه لذيذه صراحه. خلونا نغرفها وندوقها. كده لا عارفه اغرفها بكرنيب ولا عارفه اغرفها بمعلقه. تتزفلط بتتزفلط. ولا دي هتحتاج ايه، ملقاط في الاخر ولا ايه؟ جماعة مفيش كتالوج، المفروض نعمل كتالوج للأكلة. استنى شوية حمص عدس. طيب يعني نطلع المكونات. كده نحط عليها بقى شوية زيت وشوية بصل. طيب كده تحس محتاجة شوكة ومعلقة صح عشان تعرفي تخليها. ماشي كده كويسين اوي. يا الله يا بنات تجنن والله العظيم ما خاب ظن فيها حقيقي. لا شتويه تدفي لذيذه، ملهاش علاقه بالكشري المصري مع ان المكونات متشابهه الطعم مختلف تماما، يمكن عشان اللبن التقليه كده. بس والله العظيم رهيب. كسروا المكرونه بقى، يعني اللي يعملها يكسر المكرونه علشان تبقى سهله في الاكل اكتر من كده. ولا خطيرة. ولا تحتاج العمال اللي انا بعملها ايه. بس رهيبة رهيبة.